النهارده هنعمل ساندويتش سمك فيليه بسلطه طماطم. المكونات بسيطه، سمك فيليه جاهز ومقلي، طماطم متقشره وممكن تجيب معلبه او تتعمل في البيت ما فيهاش مشكله، بصل، خل ابيض، بقدونس، بودره ثوم، مستردة، مايونيز، وبصل اخضر متقطع شرايح، وشويه ملح وفلفل. هنبتدي الاول بالجريل، دهناه زيت، سخن فيه توست، وبعد كده نجيب الطماطم عليها معلقة خل، بصل، بودرة ثوم، بقدونس، وهنقلبهم كلهم مع بعض. نسيبه يتبل شوية، وبعد كده نجيب المايونيز والمستردة، البصل الأخضر، شوية ملح وفلفل، نجهز الساندوتش، نحط الخليط ده الأول اللي هو مايونيز ومستردة والبصل الأخضر، سمك الفيليه، عليه شوية برضو خليط زيادة، نزود في الآخر خليط اللي احنا عملناه بالطماطم